خليني اقول لكم ان زي ما قلت كده ان البلد بلدنا كلنا، تسعنا كلنا، واحنا لا ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحمي وبيستر. خلي بالكم اوعوا تنسوا احنا موجودين في بيت من بيوت ربنا، احنا في بيت من بيوت ربنا، ولازم تعرفوا ان اللي حامي البلد دي ربنا سبحانه وتعالى. دايما دايما ندعوه ونتوسل اليه ونرجوه ان هو يحمينا ويهدينا ويكمل لنا، هو ربنا وبيسبب الاسباب. بيسبب الاسباب. مش عايز اطول اكتر من كده، لكن عايز اقول لكم ان الجمهوريه الجديده دي جمهوريه الحلم والامل، جمهوريه العلم والعمل، الجمهوريه القادره وليست الغاشمه، المسالمه وليست المستسلمه. الجمهوريه دي